مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموجز المحلي والذي نستهله من ولاية سمسيلت، حيث يعيش سكان حي السلام ببلدية العيون أزمات تعكر استقرارهم الاجتماعي، انعدام التهيئة العمرانية وقلة اهتمام السلطات بمطالب سكان هذا الحي يثقل من معاناتهم. محمد غليش. يقترب حي السلام ببلدية العيون من اختناق اجتماعي يؤشر على أزمة أنتجها سوء اهتمام البلدية بمطالب سكانه، مطالب لا تزيد عن توفير أضعف شروط الحياة، في الوقت الذي ينقسم الحي إلى مناطق غير متكافئة في توزيع حصص ومشاريع التهيئة. احنا هذا الحي السلام راه تقريبا هو ثلثي نتاع بلدية العيون، والنص من حي السلام فيه كاع الاخرين كاع الضروريات، والنص هذا مهمل. راكم تشوفوا القومه ما كرا صاري لها، رانا مغبورين، ما يشوفوش في خاطرنا هنا، يشوفوا في خاطر ولادنا. ما كاش الزيكاوات، ما كاش بلايص التريسينتي، ما كاش، ما كان والو. رانا تسمى في البلاصه هذه رانا غير في بكري كما كنا بكري وخلاص. بصح وين النهار اللي تولي في الشتاء ما كاش اللي يطلع. أنا راني نهار اللي تولي شتان قاري كروستي هنا ونروح نمشي على كراعي ندير البوط. لوقت طويل ارتبطت وعود بلدية العيون بخطابات استقطاب أصوات سكان حي السلام لانتخاب مجلسها، وباتت القطيعة منعكسة على نيتها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي مؤقتا أو في المستقبل، في صورة من الصراع بين حقوق الفرد وإقصائيات الممارسات ضد أشكال الحياة هنا. رانا جزائريين ورانا مواطنين كما الناس الأخرى كما حلاه. اللي راهم دايرين لك كيما يعرفونا قبل الانتخابات. عيننا نهضروا غير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ما كاش رحنا في ان شاء الله. وين نروحوا احنا؟ نهار اللي يستحقونا يلقاونا، ونهار اللي ما يستحقوناش يحطمونا. لا يستند تجاوز الإدارة وإهمالها لحاجات سكان الحي سوى إلى قوة تعطيل أنانية تعارض مستقبلهم وتراكم حقوقهم المؤجلة، متخطية بذلك الاغتراب الذي زاد من سيطرة وتكابد الأزمة وانفلاتها.